لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وبهذه المناسبة الخالدة باسمكم جميعا نرفع أسم التهاني إلى القيادة السياسية مرتبة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، وإلى القيادة السياسية والحكومة، وإلى شعبنا اليمني العظيم في هذه المناسبة الخالدة. ثورة 26 سبتمبر لم تكن مجرد حركة لتغيير نظام الحكم، ولكنها ثورة إنسانية جاءت لإخراج اليمن من دائرة التخلف والجهل والخرافة إلى دخوله عصر النور والتحديد. وبالتالي فإن ثورة 26 سبتمبر 62 في اليمن هي ثورة إنسانية جاءت لتعزيز الاستقرار والسلام، ليس على مستوى اليمن ولكن على مستوى المنطقة. وبعد ستة عقود من الآن تتجلى أهمية هذه الثورة العظيمة، وأهمية ما قدمه آبائنا من الشهداء الأبرار وفجروا ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ثم توج كل ذلك بالوحدة اليمنية العظيمة في 22 مايو 1990. ثوار سبتمبر وأكتوبر خلال تلك العقود قدموا النموذج الأجمل والتضحية الأكبر لتاريخنا تاريخ الإنسانية. لقد بقي الشهداء هم أنبل ما أنجبته أمتنا، وقدموا أنبل ما يمكن تقديمه من أجل الأرض والإنسان. ولكن عظمة ثورة 26 سبتمبر بأنها جاءت لتحقيق المساواة والعدالة وإلغاء العنصرية وإلغاء الخرافة. وها نحن بعد ستة أعوام من الحرب الطاحنة التي أدخلت اليمن فيها ميليشيا الحوثي الإنقلابية اليمن في دائرة من القهر والتمزق، نستعيد ثورة 26 سبتمبر بألافها وبأهدافها النبيلة لتتأكد رؤية آبائنا من المناضلين والثوار قبل ستة عقود بأن لا استقرار في اليمن والسلام إلا بترسيخ مبدأ العدالة والمساواة ورد الخرافة ورفض العنصرية والتنزيه والتشطب. بهذه المناسبة كل عام وأنتم بخير، وستبقى اليمن دوما خالدة موحدة آمنة، وهي التي تقدم للعالم رسالة إنسانية سامية. وثورة 26 سبتمبر هي أهم محطاتنا التاريخية التي نقر بها. كل عام وأنتم بخير. وباسم زملائي في البعثة الدبلوماسية في المملكة المغربية الشقيقة، وباسم الجالية اليمنية وكل اليمنيين في المملكة المغربية، ننقل تحياتنا إلى القيادة وإلى شعبنا وإلى جبهات الصمود لجيشنا اليمني البطل الذي يستعيد ألق ثورة 26 سبتمبر ويرسخ مبادئ الجمهورية والوحدة ويعزز مبادئ السلام. تحية لهؤلاء المناضلين الذين يضحون بأغلى ما يملكون في هذه اللحظات التاريخية ليعودوا لسبتمبر 26 سبتمبر ألقها ومجدها الخالد. تحية لشعبنا الصامت في الداخل الذي يعاني تمرين من أجل تحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة.
أحيانا الشباب وللنساء الذين يضربون المثل الأعلى في اليمن في مسألة التضحية والعطاء وفي إعادة التلاحم لهذا الشعب، مؤكدين بأن نهج ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر سيبقى خالدا وسيبقى منارة لكل نضالاتنا ونسائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الطقس زميلي ابي صلاح اسماعيل والزملاء والزميلات اقترب قليلا في مساله اللحظه التاريخيه الرمزيه في مساله تورطة الثوره 26 سبتمبر. استكمل بقية فقرات الحفل من خلال البرنامج المعد مع الأخ سالم، ثم مع كلمات الجالية وغيرها الفقرات الأخرى. نعم. لتخوض معركة البناء على طريق التحقيق العملي
لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر. الأحرار الأحرار الأطفال الحينين بعد ما عشت الظلم السنين ضرب الخونة ونسك وبهمة عالية واوية وبهمة عالية واوية هب وطالب بالحرية وبهمة عالية واوية وبهمة عالية واوية حطم أسوار العبودية وهدمها بحديد والنار هب الشعب اليمني وصار بطريق وطريق الأفكار الأحرار الأحرار هدم الأطفال الخاينين بعد ما عشت الظلم السنين ضرب الخونة ونسكرها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه. أود تكرما أن أعبر بكلمات موجزة نيابة عن أفراد الجالية اليمنية في المغرب بمناسبة احتفالات اليمن بعيد الثورة 58. كانت ثورة 26 سبتمبر 1962 ضرورة حتمية وحاجة ملحة لشعب أنهكه التخلف وأضعفه التمزق والشتات، ذاق الأمرين من ويلات الحروب وتعدد الولاءات، جثم على جنوبه الاستعمار البريطاني الذي ظهرت في عهده الاستعماري سلطنات، ورغم الماضي البغيض شمالا وجنوبا لملم الشعب اليمني شتاته وناضل واستبسل بتضحياته، وقامت الطلائع الوطنية الواعية بدورها بخلق التنوير لكل شرائح المجتمع بما يجب أن تطلع به من أجل الخلاص من الاستبداد والاستعمار والخلاص من أسباب الانحطاط من الظلمة والفاقة والانحطاط والمرض. وانطلقت قواه الوطنية بثورة 1948 الدستورية، لعل وعسى أن الدستور سيكون الرائد حتى ولو كان النظام ملكيا، فقتلت الثورة في مهدها وانقض الجهل والتخلف، ورغم ذلك لم تمت جذور الثورة لتظهر نبتتها خضراء في تعز في عام 1955 بطلائع وطنية مدنية وعسكرية جميعهم دخلوا مشرحة الإمام في ميدان تعز وحجة وصنعاء والبقية في غياهب السجون، ولتظهر مجددا بطولات وطنية عام 1961 فاستشهد الأبطال وبقي الإمام ليموت ببطء شديد حتى وافته المنية. وقع ولي العهد الإمام الجديد في أيدي حاشية أبيه، لم يوفق في إعلان بارقة أمل في أسبوعه الأول والأخير لإنقاذ البلاد والعباد، فكان لطلاع شباب الضباط الأحرار وقادتهم العسكريين وللجناح المدني والقبلي الثائر برجالاته الشرفاء وطلائع الشباب المتنور القيام بتفجير ثورة 26 سبتمبر 1962 في ذلك الفجر الذي تنفذها صبحه بالانتصار وأشيعته كذلك على ردفان لتنطلق ثورة 14 من أكتوبر عام 1963. لن تكون الثورة محاطة بالمخاطر من داخل الوطن فحسب من جهلته ومرتزقته، بل وكذلك من خارجه، حتى تنمرت دول بأموالها على مدى 7 سنوات تمزقت
بمرتزقتها في أعالي الجبال من حول العاصمة صنعاء، ولأنها ثورة أبطال وانطلاقة أحرار وجمهورية شعب انتصرت وتغلبت كذلك على مخاطر محطات سياسية، منها ما هو من داخل الوطن ومنه ما هو بتدخل خارجي، معولة على رعاية الرحمن وعدالة السماء. وأدرك الشعب في شماله وجنوبه وغربه وشرقه أن حقيقة الثورة والجمهورية وجوهر النضال الوطني بعد نهاية الاستبداد الكهنوتي في صنعاء وجلى الاستعمار البريطاني من عدن، أن يستعيد الوطن وحدته صمام أمان لحاضره ومستقبله، وانتصر بفضل إرادة الله وتحقق الحلم في 22 من مايو 1990، وظهرت خيرات الوطن من باطن الأرض حاجة طبيعية لكمال الاستقلال ولسد أبواب الحاجة. ولكن مع الزمن حل بوطننا ما حل به من نقبة شاملة لكل أنحاء الوطن الذي روته الدماء وتراكمت عليه مخلفات الدمار من شتات وتمزق واغتصاب للسيادة والاستقلال. وهذا هو حالنا اليوم في الذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر 1962، وكأن ذلك اليوم يدعونا للعودة من جديد للثورة وبناء أركان الجيش، وانطلقت آفاق التعليم وبناء المدارس وإرسال البعثات للخارج وإرسال البعثات التعليمية للدراسة في الخارج، وبناء المستشفيات والمرافق الصحية، وتشكيل بذور الدولة من كوادر المتعلمة، وبناء السدود ورصف الطرقات وإدخال الكهرباء في جميع مرافق الدولة والمدن، وفتح السفارات في الخارج مع الدول الصديقة. أقول أخيرا، اللهم احفظ اليمن في أمنه وسلامة شعبه، واعد له كيانه السليم. في الأخير أقدم جزيل الشكر لسعادة السفير القدير عز الدين الأصبحي وأعضاء السفارة اليمنية في الرباط، ومع كامل الأمنيات الطيبة للشعب اليمني ولجميع أفراد الجالية اليمنية في المغرب الشقيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. سعادة السفير الدكتور عز الدين الأصبحي، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن اليمنيين في المغرب أن أشارككم الاحتفال بمناسبة الذكرى 58 لعيد الثورة التي كانت مباركة على البلاد لتخليصها من براثين الجهل والاستعباد، وبتحقيق منجزات هامة في مجالات عدة وبخطى نيرة رسمها رجال شرفاء. ومما كان يبعث على الغبطة أن المرأة برزت في ميادين مختلفة وشاركت أخاها الرجل في النهضة التي ما كاد برعمها يتفتق حتى أذبلت حمم البراكين ونيران الأطماع التي تكالبت على اليمن فأدت به إلى التمزق والشتات. ولكن البلد الطيب الذي ذكر في القرآن لن يستسلم، بلدة طيبة ورب غفور، والانتكاسة لن تطول بإيمان أبنائه وحكمة أحراره الذين عرفوا بالتحدي والصمود في وجه القهر وأمام الشدائد والصعاب. وكأني بهم يرددون قول أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. أيها الإخوة الأعزاء، أملنا أن يعود هذا العيد واليمن في أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله. أفقنا على فجر يوم صبي، فيا ضحوات المنى اطربي، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المختبي، وكان النعاس على مقلتيك يوسوس كالطائر الأزغبي. وماذا؟ سؤال على حاجبيك،
تزنبق في همسك المذهب، وصرنا حشودا تطير الدروب بأفواج ميلادنا الأنجبي، وشعبا يدوي هي المعجزات مهودي، وسيف المثنى أبي. فولى زمان كعرض البغي، وأشرق عهد كقلب النبي. التاريخ يطهر المحن، وصانعا أيلول صنعاء وتشرينا عدن. يا ماردا في هامة التاريخ يطهر المحن، وصانعا أيلول صنعاء وتشرينا عدن. لا لن ينال الطامعون من شموخه ولن، فلا مكان بيننا لعابد الوطن، وليس في صفوفنا من يزرع الفتن. أرواحنا دماؤنا تأتيك يا يمن، ولاؤنا إخلاصنا للشعب للوطن. أرواحنا دماؤنا تأتيك يا يمن، ولاؤنا إخلاصنا للشعب للوطن. تقودنا إلى النهوض بالوطن، تقدمي مشاعلا مشعة على الزمن. بوحدة تقودنا إلى النهوض بالوطن، تقدمي مشاعلا مشعة على الزمن. وبوركت مسيرة مسيرة على طريق ذي يد، قدمي قوافلا لا ترهب الثمن، مهما يطول سيرها لا يأس لا وهن. أرواحنا دماؤنا تسليك يا يمن، ولاؤنا إخلاصنا للشعب للوطن. أرواحنا دماؤنا تسليك يا يمن، ولاؤنا إخلاصنا للشعب للوطن.
مرحبا أستاذ عبد الحميد الصلوي المستشار الثقافي في السفارة، ولدينا مجموعة من خريجي هذا العام الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه، وكل عام أنتم بخير جميعا. العزة بالجالية اليمنية وطلابنا في المملكة المغربية. وأعطي الكلمة للأستاذ عبد الحميد. شكرا سعادة السفير. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. في صباح هذا اليوم الخالد الذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر أتقدم للقيادة السياسية وإليكم سعادة السفير وإلى جميع الزملاء من طاقم البعثة الدبلوماسية بسفارتنا بالرباط، وإلى كل أبنائنا وإخواننا الطلاب الدارسين في المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أفراد الجالية اليمنية وإلى الشعب اليمني في الداخل والخارج بأطيب التمنيات بأن يعيده قد تحقق اليمن كل ما يصبو إليه وفي تحقيق الأمن والسلام لبلدنا والانعتاق من أنظمة أصحاب المشاريع الصغيرة. وبهذه المناسبة العظيمة سيتم تكريم بعض الطلاب الخريجين من الجامعات المغربية لمرحلة الدكتوراه، حيث سيمنح كل طالب دقيقة للتعريف باسمه والجامعة والتخصص والجهة اللي فات، وهو طبعا استكمال للحفل أو الفعالية التي أقيمت قبل شهر من الآن، وعددهم 7 طلاب. الإخوة الطلاب المتواجدين معنا في الحفل عند منادات الاسم يرجى أن يعني متاح له دقيقة للتعريف باسمه كما قلنا. اسم الطالب الأول أحمد عبد الرحمن محمد فقيه. طبعاً اسم الطلاب الذي سقط اسمهم سهواً، أحمد عبد الرحمن محمد فقيه دكتوراه تفسير وعلوم القرآن، أطروحها بعنوان الواقع وأثره في اختلاف المفسرين في فهم النص القرآني، جامعة ابن الطفيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، طبعاً موفد وزارة التعليم العالي. الأخ محمد ماطر حجاجي. محمد دكتوراه كيمياء، رسالة أطروحها بعنوان إنتاج الوقود الحيوي من قرون الخروب، جامعة عبد الملك السعدي. مراد علي صالح المجاهد دكتوراه فيزياء طبية، عنوان رسالة تقييم المخاطر الإشعاعية للرادون، وهو موفد وزارة التعليم العالي، خريج جامعة محمد الخامس بالرباط. حارث حسين عبد الرحمن المفتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الطالب حارث حسين عبد الرحمن المفتي، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، عنوان الأطروحة الدين العام في اليمن، المحددات ودوره في إعادة توزيع الدخل القومي خلال الفترة 1995 حتى العام 2014، جامعة الحسن الثاني بالدرجة. شكرا. ناصر صالح معبد هادي. ألو، السلام عليكم. طالب نصر صالح معبد هادي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم والتقنيات، فيزياء المواد والتركيب الدقيق، عنوان الأطروحة سينفينس and physical characterization of pure cobalt calcium copper titanat and calcium copper titanat lead zirconium titanat and barium titanat composite. شكرا. طارق محمد عبد المحمود عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله. طارق عبد الوهاب القباطي، أطروحتي باللغة الإنجليزية بمعنى اكتساب الألفاظ المتعددة المعاني للمدمين اليمنيين من كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس الرباط. شكرا. مجيب الرحمن علي محمد المناري. دكتوراه في الدراسة الإسلامية، وطروحها بفقه الأسرة للأقلية المسلمة كندا نموذجا، وهو خريج جامعة مولاي إسماعيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مسجل على حسابي الخاص. شكرا للجميع، ومرة أخرى وكل عام أنتم بخير، ونتمنى أن ينعاد علينا وقد تحقق لبلدنا الأمن والسلام والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ عبد الحميد. شكرا جزيلا لكل الزملاء والزميلات. شكرا لجاليتنا اليمنية في المغرب. شكرا لطلابنا. ختام حفلنا كان تكريم للطلاب الذين حصلوا على الدكتوراه
في الأيام الماضية من الجامعات المغربية من باحثين ومن طلاب دارسين في الجامعات المغربية هو تكريم أيضا لمسار ثورة 26 سبتمبر التي عززت مسألة التعليم والعلم وأنه الخلاص الحقيقي لشعبنا، وبالتالي أن تكون ختام فقرة ختام برنامجنا تكريم لهؤلاء الشباب علماء المستقبل رجال اليوم هو تكريم لأهداف ثورة 26 سبتمبر التي أكدت أن نجاح الثورة يأتي بالكفاف الشعب وشبابها وبتسلحهم بالعلم والمعرفة ونبذهم للعنصرية والتفرقة والتمسك بمبادئ السلم والعمل من أجل يمن موحد ينعم بالسلام والازدهار. كل عام وأنتم بخير أعزائي الطلاب والطالبات، ويسعدني أيضا في هذه المناسبة أن أؤكد على تقديرنا العام لكل الجهود التي بذلها زملائي وزميلاتي في البعثة الدبلوماسية في المملكة المغربية، وأيضا جاريتنا وطلابنا وتعاضدكم في صف واحد من أجل تحقيق الأهداف. مرة أخرى ألف مبروك لشعبنا اليمني العظيم وقوته العظيمة ولقيادتنا السياسية المنتخب الرئيس ونشير عبد القوم الصور هذه ولا قيادتنا وقيادة وزارة الخارجية وكافة المسؤولين الذين تواصلوا معنا مباركين لكم في هذا اليوم العظيم والذين أكدوا على نقل قيادتهم لجاريتنا اليمنية في المغرب. شكرا أيضا للمملكة المغربية قيادة حكومة شعبا ملكا وشعبا على احتضانهم ودعمهم الدائم على روح المحبة التي دوما ما بقت تظللها معه. كل عام وأنتم بخير ووطن اليمني بإذن الله تقدم بشكل دائم. السلام عليكم ورحمة الله. التحرير يا فجر النضال، انت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الضلتات في المحال، تسحق الباغي تدك الضلتات بالمحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا من أرض الملايا الطيبة باسم البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في كوالالمبور وباسم كل أبناء اليمن المقيمين والزائرين في ماليزيا، فيتنام، كمبوديا، الفلبين وتايلاند، نبعثها هذه الليلة تحية سبتمبرية خالدة إلى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس المناضل المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. نبعثها تحية سبتمبرية خالدة للدماء الزكية والأرواح الطاهرة التي سالت وارتقت دفاعا عن الوطن وعن الثورة والجمهورية. تحية سبتمبرية خالدة إلى الصامدين في الجبهات في الخنادق من أبطال قواتنا المسلحة الأشاوس ورجال المقاومة الميامين. نبعثها تحية سبتمبرية خالدة إلى الجرحى والأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الظالمين. نبعثها تحية سبتمبرية خالدة إلى كل أب شهيد وإلى كل أم شهيد، لأبناء كل شهيد روى بدمائه الخالدة تربة الوطن الحبيب. تحية سبتمبرية خالدة إلى الشعب اليمني الأبي الصامد الصابر المتلهف للانعتاق من قيود الذل والاستبداد، الآمل في الحرية والسيادة والكرامة. تحية سبتمبرية خالدة لصمود مأرب ولبطولات شبوة ومآثر الجوف وبسالة تعز وصبر الحديدة ويمانية سقطرى وثبات حضرموت وبسالة أبين وملاحم العزة التي تسطرها كل بقاع اليمن اليوم ضد الانقلاب وميليشياته الغاشمة بكل أشكالها. ها نحن اليوم نحتفي كعادتنا بذكرى الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ومبادئها الخالدة وأهدافها التي أرادت يمنا حرا أبيا شامخا منعتقا من قيود الكهنوت والاستبداد والاحتلال، يمنا ينعم أبناؤه بالحرية والمساواة، فالكل أمام القانون سواء، لا فضل لفرد على آخر، لا بسلالته ولا بحسبه ونسبه ولا بمنطقته وحزبه، بل أرادت أن يكون الجميع للوطن والوطن للجميع. نحتفل اليوم احتفالا رمزيا بهذه الذكرى الخالدة في ظل تقيدنا بالإجراءات المتبعة والمعلنة من قبل السلطات الماليزية المختصة في مواجهة جائحة كورونا والتي حدت من التجمعات العامة حتى في المناسبات الوطنية، بعد أن تعودنا مرارا وفي كل عام أن نقيمه احتفالا شعبيا مفتوحا لعموم أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا يحضره الجميع، ونوقد فيه معا شعلة سبتمبر وأكتوبر برمزيتها الوطنية الثورية الجمهورية، لنؤكد أننا لا نزال وسنبقى على العهد لرواد ثورتنا وشهدائها الأبرار ولأهدافها ومبادئها العظيمة. واليوم نحن نعم نفتقد أحبتنا من أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا بيننا في هذا الاحتفال الرمزي، إلا أننا نستشعر حضورهم معنا جميعا بقلوبهم وأرواحهم، هم يحتفلون معنا ويجددون العهد والوفاء للثورة الخالدة. إن اليمن قد علمنا عبر السنين أنه بأبنائه وصمودهم عصي على الانكسار والرضوخ للأجنبي وأدواته. قد يسقط يوما لكنه لا ينكسر، وقد يضعف يوما لكنه لا يموت. فالروح اليمانية روح قوة وأنفة وعزة وشموخ تأبى الهوان والضيم. نلمس ذلك هنا بين أبناء الجالية اليمنية في الشرق الآسيوي من مقيمين وطلاب ورجال أعمال وزائرين، كيف أنهم ورغم كل الظروف وما يمر به الوطن وما يعانونه من مصاعب وعقبات، غير أنهم يمتلكون الروح اليمانية الأبية التي تأبى إلا أن تتميز وترتقي في سلالم المجد والنجاح. نلمس ذلك في شعبنا اليماني العظيم المصابر في الداخل، فهو على ضيق العيش وتردي الخدمات وانعدام الأمن والاستقرار، غير أنه يعشق الحياة. نلمس ذلك في الجندي المرابط في الخندق، نلمس ذلك في الطبيب والعامل الصحي
المواجه لجائحة كورونا رغم انعدام الإمكانيات، نلمس ذلك في العامل والمدرس والمزارع والصياد، كل في جبهته صامد رغم كل الظروف، لأنه بكل اختصار هو هذا اليمن العظيم. إننا اليوم معنيون جميعا كأبناء وطن واحد أن نقف صفا واحدا خلف مشروع استعادة الدولة المختطف من قبل ميليشيات الكهنوت الحوثية، وصفا واحدا خلف مشروع اليمن الاتحادي لا مشاريع التجزئة والتفرقة والتقسيم. نحن معنيون بالقيام بواجبنا تجاه أرضنا وأهلنا عبر مشروعنا الوطني الخالص، لا أن ننتظر دوما من الخارج أن يقوم بما علينا تجاهنا. معنيون بتوحيد كلمتنا التي نتفق فيها على المقاصد الوطنية العليا ومصالح الشعب التي لا تقبل التنازل والمساومة، وتوحيد البوصلة نحو الهدف الواحد الموحد والموحد لكل قوانا، وهو القضاء على الانقلاب الحوثي الكهنوتي والمشروع الفارسي في أرض اليمن السعيد. هي دعوة متجددة في ذكرى سبتمبر الخالدة وأكتوبر المجيدة لكل القوى السياسية والاجتماعية والفكرية ولكل المنظمات والفاعلين والناشطين ولكل أبناء اليمن للانحياز إلى الوطن ولا شيء غير الوطن. فالأجندات الخارجية لم تكن يوماً لأجل الوطن، ولم يحدث أن استقرت يوماً مشاريعها في هذا الوطن. فاليمن على مر التاريخ يلفظ ولو بعد حين كل احتلال مهما كان شكله ولونه وأدواته ومسماه، وسيلفظ كل أشكال الانقلاب على إرادة اليمانيين، وسيلفظ كل أشكال الاحتلال وأدواته لكل شبر من أرضه الطاهرة، لأن اليمن أرض الأحرار وموطن السيادة والكرامة. إن المشروع الوطني الجامع المتمثل باليمن الاتحادي الذي يحمل رايته اليوم فخامة الأخ الرئيس المشير عبد رب منصور هادي يستلزم على الجميع بدءا من القيادة السياسية مراجعة جادة للمرحلة التي مضت، مراجعة لأهدافها وما تحقق منها، لاستراتيجياتها، لأدواتها ووسائلها، لتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، لإنهاء الفساد والمحسوبية والمحاباة في التعيين في المواقع الهامة، وتفعيل كافة الطاقات المتاحة والاستفادة منها بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمناطقية والسياسية. وما أكثر الطاقات اليمنية المخلصة لهذا الوطن المعطلة عن العمل التي يجب اليوم الاستفادة منها، وما أحوج الوطن اليوم لجميع أبنائه. أحبتنا الكرام، ما أجمل الذكرى التي تحيي الحياة في القلوب وتعيد بث الأمل في الأرواح لتنطلق بروح جديدة نحو أفق يماني جديد. ما يشهده الوطن اليوم يعز علينا جميعا ويؤلمنا جميعا، غير أن هذا الجرح لا بد أن يكون متكئا قيامة يمانية جديدة نصبو بها نحو مستقبل أفضل لأجلنا، بل وقبل ذلك لأجل أبنائنا وأجيالنا القادمة. عاشت سبتمبر وعاشت أكتوبر وعاشت الثورة اليمنية خالدة ودامت شعلتها خفاقة، وعلمنا اليمني المجيد شامخا عاليا خفاقا في الآفاق. كل عام واليمن بخير، وكل عام والوطن الحبيب بخير، وكل عام وكل أبناء اليمن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعالي تسحق الباغي تدك الضل تأتي بالمحالي، تسحق الباغي تدك الضل تأتي بالمحالي، تسحق الباغي تدك الضل تأتي بالمحالي.